تحلية القهوة، بنجيب أي نوع بسكوت ترغبوا أنتو فيه، 200 جرام بسكوت، 100 جرام زبدة، نص الكمية زبدة، وبنسكبهم في كوب أو في وعاء فايركس. الخلطة 2 كوب ماء، سكر 80 جرام، نشا الذرة 50 جرام، وحليب بودرة 50 جرام، وقهوة سريعة ذوبان، وقليل من الملح وقليل من الفانيلا. عند ما ينضج ويصبح الخليط سميك، بنوضع معلقتين من الزبدة، وهيك بنسكب المكونات. نعمل الخلطة الثانية نفس الشيء، فقط بنضيف 30 جرام كاكاو، معلقتين كبار كاكاو فقط، إضافة الكاكاو الخام للخلطة. نفس الخلطة نفس الشيء. نعمل الكريمة، الكريمة بنضيف عليها فقط تحلية، أي نوع تحلية أنتو ترغبوا فيه. هيك بعد ما سكبناها ممكن نزينها، كتير هي روعة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.